ما أن شغل بها. على الإجمال أنا أعرف أن الله يعيد الخلق، أعرف أن المعاد أمر من الأمور التي أكدتها رسالة السماء، أكدها الدين أن من الأمور اللي يجب علي أن أعتقد بها المعاد، والمعاد الجسماني. زين، هالإجمال هذا كافي. بس شلون المعاد شلون يصير؟ أخذ هالإجمال هالصور اللي يرسمها القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. يمشي لك بها الصور اللي يرسمها القرآن بمنتهى البراعة وبمنتهى الوضوح والنصاعة، وعلي أن أؤمن بها إجمالا. أما شنو تفاصيلها؟ ما ملزم أنا بالتفاصيل. يعني تمام، الله يسألني آمنت بالمعاد، صحيح، لكن يسألني المعاد شلون يتم بالجسم لو بالروح، الإنسان بالجنة شلون يأكل، هل يتغوط أو لا يتغوط، الأكل شلون يطلع من عنده، الأشياء ذني أنا ما ملزم يعني التفصيل ما ملزم به. علي الإيمان الإجمالي بأن الله يعيد الخلق ويحشرهم إما إلى جنة أو إلى نار، بس أكثر من هذا ما ملزم، بس إجمالا الإيمان بالمعاد.